تحية من القلب أحبائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج العائلة بين العيش والقانون. من واقع اليوم المأساوي على الصعيد كافة، بواقع الشباب والشابات حول إمكانية الزواج. فهل ما زالت فكرة الزواج واردة بهيدي الظروف والأحوال؟ الأمر ما بيعتبر مناقض لأحوال الناس؟ نحن اليوم عم نحكي عن الزواج والعائلة وشروط العقد الصحيح بالوقت اللي عم بتفتش الناس الجوعانة عن لقمة عيش يمكن تلاقيها بمكان ما. فعلى الرغم من كل شيء لازم تغلب إرادة الحياة والحب والقيامة مظاهر الموت والكراهية والقهر والعذاب. نحن أبناء الرجاء، أبناء القبر الفارغ اللي خرج منه يسوع بحلة النصر البيضة. نتمنى أنه تعود الحياة لطبيعتها ويثمر الحب زواج، والزواج بنين وعائلات مقدسة على مثال العائلة المقدسة يسوع ومريم ومريوسف. مثل ما أطلق البابا فرانسيس هيدي السنة سنة العائلة، سنة مريوسف، مريوسف اللي هو بي العائلة. ذكرنا أنه الزواج هو عهد بين الكنيسة، الزواج هو عهد بيشبه عهد الله مع الكنيسة عروسته، العهد يلي مطبوع بالأمانة والصدق والاستمرارية. قلنا كيف الله هو اللي نظم هيدا السر بالشرائع والأنظمة نظراً لقيمته الكبيرة. وقلنا أنه هيدا العهد المتبادل بين شخصين مختلفين بينشئ شركة حياة بين زوجين بكل شيء، مادياً، معنوياً، اجتماعياً، قانونياً. بدوم هيدا الشركة مدى الحياة. ليش؟ لأنه بتنشئ برضا حر شفاف لا رجوع عنه. بهيدا الرضا بيتبادل العروسين أعطاء ذاتهم كلياً كامل بدون شروط أو عوائق أو أهداف استغلالية أو مادية. الزواج بطبيعته خصب بهدف لإنجاب البنين وتربيتهم. اليوم بهالحلقة رح نتحدث عن موضوع غاية الزواج والرضا يلي هو أساس الجوهري لصحة الزواج وعيوبه. أهلا وسهلا فيك أبونا حنا. أهلا فيك. حضورك بشرفنا وبيغنينا فكريا وروحيا. بشكر محبتك، إن شاء الله يكون عقد الثقة والتطلعاتك فيي. الإنجيل، إنجيلنا بيقول بلوقا 1 الآية 42 أنه الأولاد هم ثمرة حب وبركة من الرب. قديش وجود الأولاد بالعيلة بيلعب دور نسبة نجاح بالزواج؟ طبعاً أنه أكيداً كل الشعوب القديمة، وخاصة أنا اشتغلت بكتاب حول الإنجاب، كل الشعوب القديمة بتركز كتير على الإنجاب، على الخصوبة بالزواج أكثر ما هو علاقات يعني تهدف إلى تطفية الشهوة مثل ما كان بالقانون الشرعي القديم. فإذا غاية الزواج بده يكون الخصب، الخصوبة. مشان هيك ربنا بهيئ الطالبي الزواج بطريقة كتير هيك طبيعية بدافع إلهي غرائزية اللي بسموه الحب والغرام، حتى التنين يقبلوا بعضهم التزاوج على شبه وعلى مثال كل الكائنات اللي هي ذكر وأنثى، حتى يلتقيوا، حتى كمان هالزواج هذا بالفعل يثمر بنين. طبعا اذا ما كان في بنين بهالحياه يعني بتكون العائله ناقصه، بس في الاشخاص اللي بيروحوا ابعد من الاولاد، يعني ابعد من الثمار اكيد البيولوجيه، في حال الله ما اعطيهم فين يرجعوا يخصبوا يولدوا اولاد يعني اكيدا روحيين اذا بدك، باهتمامهم بالاخرين، بالايتام، بهالاشخاص اللي بالفعل يفعلوا حياتهم روحيا، رعويا، كنسيا، باعطائها العاطفه اللي بدهم يعطوها للاولاد، يعطوها بالفعل هيك بنشاطات اجتماعيه، روحيه، عائليه، حتى بالفعل يحققوا هالبنوه وهالخصوبه هيدي. وفي حال الاهل ما ربوا اولادهم تربيه مسيحيه، عنفوهم معنويا وجسديا، وهل بهاي الحالة يبطل الزواج؟ أكيداً مثل ما قلنا نحن مرة الماضي أنه غاية الزواج هي إنجاب البنين، مش بس إنجاب البنين يعني وتربيتهم،
وتنشئتهم التنشئة المسيحية وخاصة الكاثوليكية في حال كانوا كاثوليك، وكل واحد أكيدا بنشئ أكيدا أبنائه على هالطبيعة هذه. فإذا في حال هيدي، في حال الإنسان عم بتزوج وحيطت براسه أنا بدي أتزوج بس ما رح أعطي الأهمية لتربية أولادي، ما رح وصلهم الله، ما رح نميهم إنسانيا وروحيا وفكريا حتى وأدبيا وأخلاقيا، أكيد بيكون زواجه هذا باطل. حتى إذا كان هو بيفكر مش قادر أنه يهتم يتحمل مسؤولية تربية الأولاد، يعني مثل ما بتطلب اليوم أكيدا ثقافة التربية وعلم التربية اليوم لأسباب نفسية، هيدي بتصير بالفعل غير شيء. إذا أنا عم بتزوج أكمل حياتي هيك بالرفاهية وبالبحبوحة وهيك وبالسهر وبالعدم الاكتراث والاهتمام بهالعائلة، أكيدا بتكون هيدي ساعتها سبب لبطلان الزواج، يعني 100%. هيدي بسموه الانكاباسيتي بسيشيك، اللا قدرة النفسية على تحمل موجبات وأعباء الزواج لأسباب زي الطبيعة نفسية. ترجع للتربية، ايش نموا هالاهل، حس المسؤوليه بالفعل عند هالولاد هودي. والا اذا كان في عنده شيء اضطراب نفسي، عنده شيء مرض نفسي، بشل هالاراده المسؤوله عنده، هيدا بتصير بغير قطاع بغير زاويه، بتصير بزاويه اللاقدره النفسيه يلي بعدين الطبيب النفساني بشخصها في حال هالعلاقات الزوجيه العائليه الحميميه بيناتن سائد في مكان ما، وخاصه حول تحمل مسؤوليه الزواج والامان الزوجية. يعني تربيتهم بالحب وعلى الحب 100%. طبعا المسيحية هي تبنى على الحب، المسيحية وهي الحب بذاته، يعني العطاء المجاني والمطلق نحو الآخرين. شو هو الرضا الزواج الزوجة مثل ما شفنا بمفهوم التعليم المسيحي؟ الزواجي هو بالفعل العامل القانوني الأساسي يلي هو بالفعل بيحقق غاية الزواج. هو الزواج بحد ذاته، يعني كل التحضيرات وكل أكيدا العوامل الأخرى كثير سنوية أمام عامل الرضا الزواجي. مثل ما قلتي حضرتك، الرضا الزواجي يلي أكيد قلنا الزواج إحنا هو عقد أو عهد بين اثنين بينشأ عليه بواسطة رضا زواجي لا رجوع عنه. يعني مش أنا بدي أعلق رضا الزواجي على منفعة أو على شرط، ما في شروط بالنهاية بهالزواج. هالرضا الزواجي يعني أنا بدي أعطيك ذاتي تاريخي وحاضر وماضي وكل طاقات العاطفية بدي أنا أعطيك إياها بحرية، بمنتهى الحرية والإرادة الحرة، وبدي بذات الفعل أقبل أنا منك ذاتك وعطائك وطاقاتك ونفسيتك وحريتك ومحبتك وعاطفتك كليتها سوا. هذا الزواج اكيدا لانه الرضا الزواجي هو الاساس. يمكن بعدين هو الحب كثير شغله كثير مهمه، بس ولكن ما بتشكل هي عامل قانوني من شان الزواج. فاذا الرضا الشغل بده يكون على الرضا، بده يكون بملء الحريه، انا عم بعطي ذاتي عم بعطيها بالنهايه للاخر وعم بقبلها مجانا من الآخر اللي عم ببدلني ذات العطاء تماما، مثل ما كان المسيح أعطى ذاته بكليته للكنيسة، والكنيسة عم ترجع تبادله بعرفان الجميل هذا الحب العبادة والمحبة والشكران. شو هو عيوب الرضا؟ أكيد العيوب، يعني العيوب اللي بتخلي هذا الزواج الرضا مشوه وعائق بتودي لبطلان الزواج. مثل ما قلنا نحن كل عقد مدني، كل عقد بصير بين اثنين له شروط، من هالشروط الأساسية والضرورية والمهمة بالفعل هو يكون في حرية، يكون الواحد يكون في عنده وعي. الإنسان الغير واعي والغير مسؤول وغير حر بالفعل ما بيقدر يعمل هو عقد صحيح. إذا كان بالإشياء المادية أو المدنية بده يكون مطلوب هالمسؤولية هيدي وهالوعي وهالأهلية هيدي، كمان أكيدا نحن بما يخص الرضا الزواجي. فإذا الرضا الزواجي له عيوب، إذا كان في أحد العيوب موجود وتم عقد الزواج بوجود هالعيب هيدا
الشخص ببطل في عنده الأهلية حتى يعمل عقد الزواج هيدا، بتبطل الأهلية بالنهاية عنده. هلأ بتسأليني شو هي عيوب الزواج أو بالأحرى؟ طبعاً عيوب الزواج هي كتير كبيرة كتيرة، نحن بعدين منشوفها ضمن عنوان كبير بنسمي نحن الموانع الزواجية اللي هي عنا 13 مانع. هيدي في حال كانت موجودة هالمانع هيدا وما حدا انتبه لها وكانت موجودة، تبطل الزواج حكما بالفعل وبتخلي الشخص هذا غير مؤهل انه يعقد زواج. الى جانب هالموانع 13 بالكنيسه اكيدا الشرقيه 13 بالغربيه 12 شالوا مانع، الى جانب اكيدا هالموانع هايدي يلي نحن بدنا نشوفها، بنشوف كمان في عنا نحن اسباب نفسيه ما لها علاقه بالموانع، اسباب نفسيه بتكون هي تعود الى اما مرض نفسي كثير خطير بشخصيه الشخص المتعاقد، او تبقى كمان بسموه تروب بسيشيك يعني او اضطراب نفسي بخلي هالعلاقه المشتركه بين اثنين، هالشراكه اللي حكينا عنها شراكه الحب والحيد بالفعل بشوشها. اكيدا هيدي مانع تبطل الزواج حكما. في حال الطبيب النفسي او العالم النفسي حدد بالفعل شو طبيعه هالاضطراب النفسي او هالمرض النفسي اللي هو ما خلى الحياة الزوجية تتم على اكمل وجه. طب هل الحب العاطفي هو شرط لقانون الزواج؟ اللي بنشوفه كثير يعني مع الصبايا والشباب. طبعا نحن كائنات بشرية عاقلة، اوكي ما فيناش نلتقي كرامة الجنس وبس، كرامة اكيدا استمرارية الحياة بطريقة غريزية. طبعا اكيدا الحب هو قلب الحياة، لولا بالحياة لو ما فيش حب الحياة مش حلوة، الحياة تبقى ضجر تبقى سجن. بس الواحد يحب بالفعل تتغير حياته وطبيعته بصير للحياة بالفعل إلى معنى. بس ولكن عامل الحب مش هو العامل القانوني يلي بشكل بالفعل عامل قانوني من شان بالفعل هيك صحة الزواج فيك. إذا كان الحب مع كل العوامل تبعوا للعقد الزواج موجودة بيكون شغلة كتير رائعة، بس في حال ما كان في حب بالمعنى الغرام العشق أو أمور باسيون وكان في مسؤولية بالمقابل، يعني كان في مسؤولية كان في وعي، في اثنين كبروا يعني الغرام والحب تخطوا هالوقت هيدا وصار بده في تفاهم بيناتهم. هالتفاهم هيدا بوازي بنظري أنا تفاهم العقلي والروحي والنفسي بيساوي بالفعل هالغرام هيدا اللي يمكن بوقت هن ما بقى معهم وقت أو ما عندهمش هالقدرة أو الظروف الاستثنائية ما خلتهم بقى ينغرموا ببعضهم. هالشي هيدا بالفعل أكيدا شغلة كتير محمودة إنه يكون الحب مش بالضروري ما فيك بكرة تدعي أنه أنا بدي طلق زوجي ما حبني ما كان في حب بالأساس. فالحب أوكي مثل ما أنا عم بقول لك أنا ما بيعمل ما ضروري بس ما بيشكل قناعة أو عامل قانوني ممكن المحكمة ترتكز عليه. بس الأهم هذا الوعي، هالمهام تحمل المسؤولية، هالوعي هالمفهوم هذا لهالشراكة مشاركة الكاملة الحياتية بين الشخصين بدها تكون بالفعل موجودة. هاي اللي بتنزع الزواج، لأنه الزواج ما هو إلا مرحلة بدها تنتهي. ربنا بيحط فيك هالعاطفة هالميل الجارف اللي بيؤدي أحيانا إلى الموت قد ما إنه الغرام كتير كبير حتى تتقي. هذه إلى مرحلة معينة حتى حياتك تنطلق، بس بتيجي أيام هذا شيء طبيعي بدها تخف ومحل الحب الغرام بده يبلش ساعتها الاحترام والتقدير والمسؤولية. إلى أكيدا ما راح يروح الحب إذا عرفنا التعاون قويناه نميناه بالفعل اشتغلنا عليه ما حاولنا نشوهه نحن بعلاقات أكيدا هيك بعلاقات خارج سطحية الزواج بأنانية بعدم مسؤولية بكراهية معينة إلى آخره. الزواج بده وعي وبده وعي و 100% الزواج بده تحمل مسؤولية ورضا مدى الحياة. أنت عم تعملي علاقة اليوم مع شخص آخر مدى الحياة، إما بتعيشيها بضجر طبيعة بتكون عاطفية بيولوجية أو بدك تقولي غريزية، بس ولكن بعدين بعد ما تعطيك الطبيعة هالغرام
وهالحب وهاللقاء العفوي بينك وبين الشخص الآخر، ببلش ساعتها الدور الإنساني، العمل الإنساني، العاطفة الإنسانية، المسؤولية الإنسانية الواعية، إنك أنت بقى مش بحاجة للغرام والحب العاطفي. اليوم بيكون بداية الحب، ساعتها بصير المسؤولية والتقدير والاحترام والوعي وقيم الروح اللي بدها تكون بالفعل بدها تكون سائدة بين طالبي الزواج. طيب ليش ما في ضمانة مادية بالزواج؟ يعني المهر. معك حق، يعني هلقنية، لأنه ليكي الإنسان بخوف، الإنسان بخوف، ما فيك بعد هيك تعطي الثقة الكاملة. أنا مش عم بقول إخواننا الإسلام وغير الأديان بحطوا بالفعل هالمهر، إنه في حال هالإنسان هذا غير، ما احترم أو نكس بعهوده ووعوده تجاه الشخص الآخر، بحطوا بالفعل هالمهر هذا. هيدي ضمانة أكيدة. هالإمرأة المظلومة وخاصة بهالشرع في حال غير زوجها وتركها حتى تي بالفعل ضمان. نحن الحب بطبيعته عند المسيحيين هو عطاء، هو بذل ذات، هو تجرد بدون أي مقابل. يسوع المسيح يلي حب الكنيسة وأخذها عروسه، الله يلي كمان بالعهد القديم اختار الشعب وسميه حبيبي واختاره من الصحراء وربح قلبه، يسوع المسيح يلي مات وبذل ذاته كرامة الكنيسة، كرامة شعب الله يلي هو بالفعل بيؤمن فيه، ما كان أخذ بالمقابل بالفعل أي شيء، حتى عارفين الجميل بالفعل ما كان طالبه. مشان هيك نحن ما عندنا، نحن بالزواج بده يكون في عطاء. انت عم تعطي عطاء كامل لذاتك وحياتك وشبابك وعاطفتك واحاسيسك وطاقاتك، ما بقى تحرز من تاني ميل اخذ لقاء شيء مصاري او الى اخره. انا بقول هوني، يعني انا كانسان كنت شاب او كنت بنت، بس أنا عم بعطي ذاتي للآخر، أنا ما عم بعطيك ذاتي للآخر كونك أنت شخص من بيئة معينة، من بلاد معين، من عقلية معينة، من دين معين. أنا عم بعطيك ذاتي ليسوع المسيح المتجسد فيك اللي هو أنت لبسته بالمعمودية. يعني أنا اتكالي على يسوع اللي فيك، يسوع اللي أنت بتعرفه، يلي بيفهم بالمجانية، بيفهم بالحب وبالعطاء وبالتقدير. أنا عم براهن على الشخص هذا اللي أنت لازم تكون لبسك وفهمته وحبيته على أساسه أنت عم تتزوجني. بالفعل العكس، بالعكس هذا الحب العطاء. غامر معك أنا على أمل أنه يسوع يلي يسوع الإنساني والإلهي ساكن فيك. مش هيك ما بدك تغشني، ما بدك تخوني، ما بدك تخدعني، ما بدك تتركني، ما بدك تصاحب علي، ما بدك هيك تهملني، ما بدك شي يوم من الايام ما تقدر فيي بالفعل وجه الله اللي انا عم بلبسه. هيدي المغامره. الحب المسيحي حب هيك مجاني، حب متجرد، حب هيك بالمطلق. ابعطيك زيتي بالمطلق، بدك تعطيني بالفعل انت زيتك بهالمطلق بدون اي مقابل. هيدا الحب الحقيقي. اكيد بس يكون في خوف، بس يكون في عدم ثقه، بس يكون في شبهات بين اثنين، دغري بيحطوا ضمانات لالهم. انا بتزوجك اذا بتعطيني البيت، بتزوجك اذا بتعطيني السياره، بتزوجك اذا بتعطيني دفتر حساب بهالبنك، لانه بتحس انه قلبه هالشخص هذا بطل فيه عم تشوف فيه صوره يسوع المسيح يلي بده يكون هو لابسه. يعني بده يتعامل معك مثل ما تعامل يسوع المسيح بالفعل مع الآخر، وكيف ما الكنيسة بالفعل عم تتعامل مع الآخر. ساعتها بغامر أنا معك، بس بشوفك عم تنحرفي عن الأمال أو عن الصورة اللي بدي إياها أنا فيكي وبدو إياها يسوع تكون موجودة فيكي، بيوقع الخوف وبضطر أني أنا أعمل ضمانات لألي، وضمانات أكيدا مادية مثل ما حكينا عنها، دفتر بنك، سيارة، يعني بيت أو إلى آخره. يعني ده أهمية الثقة فيها نحطها بالزواج بالكوبليت. نعم. ده أهمية الثقة بالآخر. هيدي هي الثقة بالآخر، هيدي أهم شيء. عم بحط أنا ثقتي فيك، عم بسلمك ذاتي وجسدي وحياتي وعمري. كل عمري بضل إني أتعلم وأتثقف وأحلم بعائلة، أحلم بشخص يحبني. بوصل لوقت بلاقي حالي أخطأت الطريق إلى مستنقع، راحت حياتي،
تركت على هامش الطريق، صرت متهمة أني أنا مطلقة وأنا بالنهاية على خلاف مع زوجي، مات الحب بحياتي، مات العيش، ماتت قيمة الحياة، مات الفرح، مات الرجاء. مش هينة أنه واحد يغامر بزواج مع شخص وبعد شوي بده يفكر أنه ينترك وتموت فيك هالانطلاقة، انطلاقة الحياة وثبت الحياة يلي أنت عم تفتش عليها. مش هيك بده يكون في ثقة وثقة كبيرة تبادلوا بعضكم الأمانة والحب والإخلاص والتضحية. هل يا ترى بتزبط هيدي بدون علاقة مع الرب؟ لا طبعاً لا، مثل ماني عم قلك أنا طبعاً الإنسان محدود، الإنسان محدود بعاطفته، محدود بأفكاره، محدود حتى بالقوة تبعوله، محدود حتى بالحب تبعوله، بوصل لوقت بيتعب بيتجر، بتتلاشى العاطفة والحماس وإلى آخره، بصير بتبلش يفتش حتى يجدد شبابه وحياته. بس إذا كان حتى مثل المي، المي مثل بير المي يلي عطول فيه مي، إذا ما تجدد عطول وضخ علي مي جديدة تتحول المي إلى مي قاسي ما بقى تنشرب. إذا نحن حياتنا بس خليناها بس بشرية وتعاملنا مع بعضنا بطريقة بشرية، دغري منتدمر، دغري مننتهي، دغري منخلص. منشان هيك إذا كان إيد الله، فكر الله، عطية الله، كلمة الله، روح الله موجودة بهالإنسان وعم حللها وعم بفوت فيها وعم بغوص فيها، مش ممكن حياتك ما تتجدد، مش ممكن حياتك ما يعم فيها الفرح والرجاء والحب بشكل دائم وبصورة دائمة. سلم تمك أبونا حنا، بالفعل غنيتنا بأفكارك الروحية والثقافية. شكرا لحضورك. شكرا لك. الزواج هو عهد، وحتى يستمر العهد محتاج لوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد محتاج لروحانية. خصوبة الحب الزوجة ما بتقتصر على إيلاد البنين، بل بتشمل تربيتهم بالحب وعلى الحب. من واجب الوالدين خلق جو دافي بالعائلة يتغذى بالمحبة والاحترام تجاه الله وتجاه الناس. أهمية الرضا المتبادل بين الشخصين تعتبر الكنيسة تبادل رضا بين الزوجين عنصر أساسي للزواج. هو فعل إنساني، لازم يكون الرضا فعل إرادي بريء من كل عنف أو خوف خارجي. إذا انتزعت هيدي الإرادة بيكون الزواج باطل. بتقدر الكنيسة بعد ما تطلع على الوضع عبر المحكمة تعلن بطلان الزواج، أي زواج لم يتم منذ الأصل. الأسبوع المقبل رح نحكي عن التحضير للزواج وتوصيات الكنيسة، الله راد. وهيك بتكون خلصت حلقتنا اليوم. أنا والأبونا بنتمنى لكم سلام ونعمة من القلب، وإلى اللقاء.